في حصيلة قياسية للإصابات بكوفيد-19 منذ تفشي الوباء في البلاد، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1716 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، إضافة إلى تسجيل 8 وفيات، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1105 حالة وفاة. فيما أعلنت الوزارة شفاء 1125 حالة في الساعات 24 الماضية. هذا وتدعو وزارة الصحة الراغبين في الحصول على اللقاح المضاد لكورونا التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة من خلال المسح على الكود الظاهر على الشاشة.